اللي ما تقدرش تعطي شي وعد وانك ما قادش به تحققوا لها. راه المراه راه مقدسه، راه ماشي كان من داك العصر ديال بكري كانت المراه لا علاقه، داك الشيء راه ماشي في ديننا، حنا ديننا المعقول. احسن هديه اللي غادي نقدم للبنت اللي معايا غنقدم لها الليمون. راني سنبغيك وراني ديما معاك. راه فعليا كاينين بنات الناس راه غير ما لاقيناش حنايا واقعيا رجال. البنت مسكينه فاش تكون عندها علاقه بشي واحد تتكون تتبغيه وكذا ما تتبغي دير عليه حتى شي حاجه، تيكون الديفو منه هو. راه فاش ما تلقاش شي وحده اللي تتكمل له داك الشيء راه ما تيتبتش، تيولي نقز. بسم الله، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن مغربي من مدينه مكناس، بغيت نوجه لكم واحد الرساله للشباب المغرب داخل الوطن وخارج الوطن على النهار ديال العيد الحب. بالنسبه اللي بغيت الموضوع اللي نهضر فيه واحد الموضوع اللي هو شي شويه قاصح بالنسبه للدراري الشباب ديال هذا الوقت هذا. بالنسبه للدراري اللي تيتفلاو على البنات واللي تعطوهم طموح وتوعدوهم بالزواج وتوعدوهم مساكن، يعني دابا بتعرف واحد القضيه، حنا دابا الشباب ديال الدراري فتنعطيو واحد لشي بنت ولا شي شخص اللي انها تكون معلقه بينا، يعني فتعطيها داك الوعد تبقى معلقه بداك الوعد، فهمتيني؟ يعني ما تقدرش تعطي شي وعد وانك ما قادش به تحققوا لها، يعني توعدها بالزواج غير باش مثلا تقضي الحوائج ديالك. راه حنا راه عندنا خوتنا وعندنا ولادنا وعندنا مواتنا، يعني انت خصك تفكر كان هذيك السيده انها ام ديالك ولا اختك من طرف من العائله ديالك. يعني راه الام، يعني سبحان الله العظيم ما قال كانت تحت اقدام الامهات، يعني راه المراه راه مقدسه، راه ماشي كان من داك العصر ديال بكري كانت المراه لا علاقه، دابا هذا العصر هذا راه ولات المراه مقدسه والانسان ما يحاولش يتفلى على بنات الناس. حنا عندنا خوتنا وعندنا بناتنا وعندنا ولادنا، ودابا هذا عيد الحب، يعني كي لا عندك شي علاقه مع شي وحده، يعني حاول ما امكن تصلح معاها علاقه اللي هي تكون علاقه تكون صالحه، يعني تكون فيها متقدمه الزواج، يعني الحلال، يعني توعدها بشي حاجه. يعني حنا مسلمين، طوقني الله يرضي عليك، حنا مسلمين ما نبقاوش نبعدوا على الحوايج ديال الدين ديالنا مثلا ونديروا ذوك الحوايج اللي لا، ذاك الشيء راه ماشي في ديننا، حنا ديننا المعقول. ما نكذبش على بنات الناس. بنات الناس مساكن راه فعليا كاينين بنات الناس راه غير ما لاقيناش حنايا واقعيا رجال. انا تنشوف بالنسبه ليا انا مثلا الحب بنات الناس والله الا كاينين اللي تيبغيو الشباب، بالله الشباب ديال المغرب زويون وبوغوص ورجال وبالنفسيه ديالهم غير الوقت ما مقدمه لهم، فهمتيني؟ يعني غير البنات حتى حنا بنات البلاد ديالنا مساكن ما لقاوش معامن، فهمتيني؟ البلاد ديالنا حنا ما لقاوش معامن، كل لقاو الدراري اللي ما يكذبوش وما لقاو اسمح لي لقاوهم صالحين، يعني مشبتين في الحلال ومشبتين كذا، راه ما يخرجوش للدعاره وما يخرجوش للفساد. المشكل في الاول، انا نقول لك واحد القضيه، شي البنت مسكينه فاش تكون عندها علاقه بشي واحد تتكون تتبغيه وكذا ما تتبغي دير عليه حتى شي حاجه، تيكون الديفو منه هو اللي تيدير شي حوايج اللي تتخرج معاه هي العيب، ولا تخرج معاه فهمتي الحروبات ديال المراه. داك عارفين دابا نتوما داك الحروبات النساء وكذا، يعني بنادم خصو يكون شويه واقعي. بالنسبه لي انا تنحتفل به، ماشي ما تنحتفل، تنحتفل بعيد الحب فهمتيني مع الصديقه ديالي العشيره ديالي، كل عام تنحتفلوا، تنعطيها الكادو، تنوعدها بشي حوايج زوينين، يعني مخلق معاها وتنحسبها فيها كل شيء. انا والله ما نكذب عليكم، تنحسب فيها امي فيها اختي فيها بنتي فيها كل شيء، تمشي معها بواحد الصيله زوينه. حقاش هما بنات الناس مساكن عندنا في هذا المغرب هذا، راه كاينين بنات الناس، وتنوعدكم انا والله الا بنات البلاد والله ما كاين بحالهم، راه تيمشيو شي بلاصه والله الا تيبانوا برادر وتيبانوا من الاول، راه في اي دوله تيمشيو المغربيه تيبانوا. دابا شوف تبارك الله عندنا المغربيات ولاو واعيين ولاو بزاف الحوايج تيديروا، طريقه زوينه، تنجيب لها الكادو، تنعيش انا وياها شويه الرومانسيه فهمتيني، تنخرجها شي بلايص زوينين فهمتيني، تخليها ديما على خاطرها باش تحس انها حتى هي عايشه عيد الحب. من احسن هديه اللي غادي نقدم للبنت اللي معايا غنقدم لها الليمون، وتنقدم للبنات العيد الحب كامل اللي بغى يجي مرحبا به يجي يدي الليمون فابور. على ها انتم دوروا تشوفوا ليمون وتفاح، تنهدي لكم انايا الليمون.
بالنسبه لهذاك اللي تنتقد بحال هذه المسائل هذا تيكون سمحوا لي على هذه القضيه دار تيكون انسان معقد ولا عنده شي عقده نفسانيه ولا شي وحده معقده وما تيبغيش يعيش معها تيعيش زعما هذه الاجواء هذو فهمتيني. كاين بعض الشباب ديال المغرب ما عندهمش عيد الحب. بالنسبه لي انا بقى نهضر معاكم هكا بالنسبة لي تنشوف انا وعايش في هذا الوطن وعايش في هذه البلاد وتنشوف في هذه الحومه وتنشوف في البلاد ديالي الدراري الاكثريه هاد بلين غير بالجوانات والقهوه وما مساليش بنادم مسالي غير التبويقه فهمتيني. انا تنبغي ننصح الشباب زعما راه ديك النهار دات واحد الله تنصح الشباب شويه يوليو يتريني يحيد عليه هذه البليه يتجه لطريق الله ودير حتى هو شي بنيه معاه وعيشوا. الانسان راه تبارك الله راه بكري راه كان انسان تيتزوج هو صغير تيدير وليداتو صغير. دابا بنادم عنده 50 عام وما مجوش يكون بنادم تيتحرج هي فعليا انت بنادم ما تيقدرش يقول لها راني تنبغيك قدام امام الناس ولكن راه بينه وبينها راه تيقول لها تنبغيك. داكشي تيكون هي راه تتشوف فيه داكشي راه انسانه مغربيه واعيه مع الراجل يعني تتكون عندها علاقه مع الراجل تتكون واعيه به هي راه تتشوف فيه شي حوايج اللي هما اللي ما تيشوفهمش هو في راسه كذلك هو مثلا الراجل. غير تنصح الشباب ديال المغرب خصهم يكونوا شويه واقعيين وما يتفلاوش على بلاد الناس. انا تقريبا راه مده تقريبا قديم شويه انا راه عندي شي 9 سنين مع هذه السيده ايوا تزوجنا مجوجين هنا مجوجين ومازال تنعيشوا الرومانسيه. انا هاد السيده هادي لقيت فيها الطيبوبه ولقيت فيها الحنان ولقيت فيها شي حوايج ما لقيتهمش في شي بنت فهمتيني. لحقاش هنا الرجال فاش تلقاو شي وحده اللي تلقاو فيها سبحان الله العظيم تلقاو فيها واحد الرجوله ماشي الرجوله بالرجوله تلقى فيها واحد المعامله واحد لو جيست واحد يعني سبحان الله العظيم تلقى فيها بزاف د الحوايج ما تلقاهمش في شي وحده تلقاهم شي وحده تتكملهم لك تما فين الراجل صافي تيتبت مع المراه. الراجل فاش ما تلقاش شي وحده اللي تتكمل له داك الشيء راه ما تيتبتش تيولي نقز. انا من هذا المنبر هذا تنقول لها هذا العيد الحب راني تنبغيك وراني ديما معاك واللهم لك الحمد. انا هي عارفاني شنو عارفاني تنبغيها وعارف المعامله اللي تنتعامل معها وعارف كل شيء هي عارفه اللي داك الشيء اللي عطى الله يعني تحرجت شويه ولكن بيني وبينها راه شي حوايج نديرو معاها زويون. بالنسبه للراجل انه نقولها بدون احراج دابا الولد ولا الراجل ولا اي واحد فاش يبغي شي وحده منا شي حاجه تيشوف منها غير انه شي حاجه ديال الجنس ما خصو يشوف منا عقلها يشوف منا بزاف د الحوايج. راه البنات راه في شكل المغرب راه زويونين اصاحبي راه يبنا ما تيفهموش. انا دابا الدراري هنا ديال هذا الوقت هادو تيكون صاحب مع شي وحده ولا تيكون عايش معها شي عيشه زويونه تيبقى ينقز تيمشي شي وحده تيدير المشاكل مع الاخرى حتى الاخرى ما تتبقاش تثق فيه فهمتيني. والولد راه تيتعرف هكا تيولي يتعرف مع البنات ما تيبقاوش يعطيو اهتمام. انا تنطلب من الدراري يكون فيهم شويه ديال المعقول مع البنت. راه الا مشيتي بالمعقول هي مشي سيري على حساب نيتك راه نيتك تلقاها مزيانه مع البنت. راه باقا النيه النهار غتحيد النيه النهار غيترفع البركه غيترفع كل شيء. انا تنقول للشباب ديال المغرب اللي شي واحد شي وحده واللي شي اللي مصاحب مع شي وحده واللي ناوي معاها شي حاجه هذا المعقول يصفي طريقه معاها ويحسها كان فهمتيني يحس بانها انت تتبغيها فهمتيني ما تجرحهاش باش بزاف د الحوايج تتعامل معاها يعني راه لقات فيك داك الشيء راه والله ما تدوزك راه تعيش معك داك الشيء اللي عندك انت ماشي تفكر ان خصني الطونوبيل خصني الدار لا تيبغي ولا هذه راه فكره خاطئه. البنات راه والله الا لا باغين بولاد البلاد وباغين غير يكون هو راجل وبنيته باغي الحلال. راه بنات البلاد راه مازالين كاينين فيهم المعقول. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.